السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. راح تشوف شيء غريب وغير عادي، يقدر لحمك يقشعر، تقدر تبكي، يعني شعور غريب يقدر يوقع لك في هذه اللحظة لأن الفيديو يصدم. نقاش كاين ما بين مسلم وملحد. المسلم هو مغربي، تحية خوتنا المغاربة، والملحد ما قالوش على شخصيته وما وروش حتى وجهه، ولكن المفاجأة طفل صغير هو اللي خلى هذا الملحد انه يسلم على المباشر بطريقة رهيبة. تفرجوا الفيديو. تفكر في سمعك يا مخلوق وقد عوفيت من الصمم، وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى، وانظر إلى جلدك وقد نجوت من الباص والجدام، والمح عقلك وقد أنعم عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول. أتريد في بصرك وحده كجبل أهد ذهبا؟ لا لا تقول لي، لا تقول لي خطبة، أنا لا أقبل منك خطبة. ماذا ماذا، هل تخطب، هل تخطب في 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 هل تقايض بيديك مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أقفى؟ إنك في لعب عميمة، أنت بارع في اللغة وتتحدث، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الله أكبر، تعرفون نعمة الله يسلمكم. وختاما أريد أن أطلب من الشيخ إن أراد لمدة دقيقة. ابني الكبير له 12 سنة، يريد أن يقرأك عليكم آية أو آيتين من فضلكم. أهلا وسهلا، أهلا به، أهلا به، تفضل محمد أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم
سخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين أشهد أن لا إله إلا الله جزاكم الله خير محمد رسول الله وحفظكم الله السلام عليكم السلام عليكم الله اكبر 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 الله أكبر الله 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 هذا هو الفيديو اليوم. كما شفتوا معنا مناقشة، يعني الفيديو كان طويل بزاف، ما قدرتش نفوت لكم كامل يعني من الأول حتى الآخر تاعه، ولكن البارتي المهم يعني كيفاش الأخ يعني الأب الكبير هذا اسمه إدريس يعني كيفاش كان يناقش في الملحد بطريقة يعني جميلة ورائعة بزاف بالبراهين، وعطلو بزاف براهين يعني، وزاد طفل صغير يعني بصوت جميل وصوت رائع قرأ عليه يعني قرآن يعني اللي فيه أمور يعني بدون نقاش، يعني ما يقدرش أنه يناقش فيه كل شيء، يعني ربي سبحانه وذكر كل شيء كاين في القرآن. إيه الحمد لله على نعمة الإسلام. وكما سمعتوا يعني السيد ما قدرش يشد نفسه، بدا يبكي وشهد ونطق الشهادتين ولا حتى كبر معهم. صراحه انا ما لقيتش واش نهضر، ما لقيتش واش نزيد نهضر. تحيه لكم كبيره، نتمنى يعجبكم الفيديو، وسيرتو بارطاجيو الفيديو ولايكيو الفيديو بقوه. اول مره نطلبها منكم باسكو راح يبانوا وراهم منهم بزاف وعايشين بيناتنا وما نعرفوهمش. المهم بارطاج 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 بارطاج، تحيه لكم كبيره. جبت ان شاء الله تجيبكم ميساج تاع لا فيديو، باسكو صراحه مؤخرا راهم كثروا بزاف بطريقه رهيبه وغير عاديه. الله يهدي والله يهدي الجميع ان شاء الله، وربي قوي ايماننا. هذا هو، تحيه لكم كبيره، السلام عليكم.